من خصائص يوم الجمعة أن من أتى بهذه الصفات المذكورة في الحديث الذي سأذكره بعد قليل له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة من حيث الصيام ومن حيث القيام، وهو حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه، كما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلق كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. نأتي إلى هذا الحديث ونشرح شيئاً منه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، الأظهر أن معنى غسل واغتسل خلافاً لمن قال إنها للتأكيد فقط استدلالاً بكلمة ومشى ولم يركب، لأن التأكيد هنا لا ينبغي أن يقال. لما؟ لأن كلمة مشى ولم يركب مختلفتان من حيث اللفظ، فيكون معنى غسل واغتسل يعني أنه اغتسل يعني غسل جميع بدنه وزاد في غسل رأسه، يعني بالغ في غسل رأسه كما جاءت بذلك رواية أبي داود. بعض العلماء وهو مستحسن وتدل عليه بعض الأدلة قال: من غسل واغتسل بمعنى أنه يندب له إذا أتى إلى الجمعة أن يجامع زوجته حتى لا يلتفت بصره حال خروجه من بيته إلى أن ينظر إلى الحرام، فيكون قلبه صافياً حال ذهابه إلى الجمعة. لما؟ قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، اغتسل هو وغسل غيره، ويسندون ذلك إلى ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قالوا هنا إشارة، لكن رواية عبد الرزاق في مصنفه قال: كغسل الجنابة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم بكر وابتكر، قيل هي للتأكيد، والصحيح أن معنى بكر يعني أتى أول الوقت يوم الجمعة، وابتكر يعني أنه حضر أول الخطبة، لأن بعضا من الناس قد يأتي في أول الوقت ولا يحضر الخطبة ثم يعود بعد ذلك بعد أن فاته جزء من خطبة الخطيب. بعض العلماء يقول المقصود من بكر وابتكر يعني تصدق في يوم الجمعة لحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، لكنه حديث ضعيف. ومشى ولم يركب،
هذا يدل على فضيلة المشي إلى الجمعة لمن تيسر له ذلك، لكن إن لم يتيسر لعذر ونحو ذلك ففضل الله عز وجل واسع. ولكن المشي له خصيصة هنا، قال ومشى ولم يركب، ثم دنا من الإمام. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يحضر مبكرا لكنه لا يدنو من الإمام، بعض الناس ربما يحضر مبكرا وإذا به في الصفوف المتأخرة مع وجود أماكن في المقدمة قريبة من الإمام، فاحرص بارك الله فيك إذا أتيت أن تدنو من الإمام قدر ما تستطيع. ففرق بين الحضور مبكرا وبين القرب والدنو من الخطيب. واستمع وأنصت، قد تكون معنى استمع وأنصت من باب التأكيد، ولكن الصحيح ولم أرى أحد الشراح تحدث عنه، لكن الصحيح أن استمع وأنصت إذا اجتمعتا فتختلفان من حيث المعنى، لكن لو ورد الاستماع وحده فهو بمعنى الإنصات، وإن ورد الإنصات وحده فهو بمعنى الاستماع، لكن إذا اجتمع في نص كما هنا فالاستماع يتعلق بعدم الكلام والإنصات يتعلق بهيئة الإنسان بمعنى أنه لا يتحرك كثيرا. ومن هنا تعرف معنى قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال في الآية فاستمعوا له وأنصتوا، أهناك فرق؟ نعم، فالاستماع من حيث عدم الكلام والإنصات من حيث هيئة الإنسان فلا يتحرك كثيرا حال سماعه لقراءة القرآن. قال ولم يلغ، يعني لم يأتي بشيء تكون جمعته لاغية، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، فكم جمعة تمر عليك في الشهر وكم جمعة تمر عليك في السنة؟ كيف إذا أتيت بهذه الصفات في كل جمعة تأتي إليها كل أسبوع؟